صباح واهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدنا نتحدث عن تليفون جديد من شركة بوكو اسمه الـ M4 5G. هالتليفون بيعطينا مميزات كتير منيحة بس السعر طبعا بيضل رخيص. اول شي بقولكم انه عندنا 90 هرتز ريفرش ريت عليها للشاشة كبيرة، كمان 5000 ملي امبير للبطارية، 128 ذاكرة، وبنقدر نزيد كمان عليها الـ SD كارد. ومش بس هيك، عندنا 5G وعندنا الديمنسيتي 700 من شركة كمان الميديا تك مثل ما شفناهم من قبل، وهيدي كمان المميزات بتضلها تطلع اكتر واكتر عليها التليفون. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك. انا طارق، خلينا نتحدث على البوكو M4 5G. عملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. سو هدول هن كل الغراض اللي بالجو بقلب العلبه. عندنا العلبه مثل ما شفتكم البوكو M4 5G عليه لاثنين سيم كارد. عندنا الغطاء الترانسبرون موجود بقلب العلبه، التليفون كمان موجود مثل ما شفناهم. هلا الشارجر اللي بقلب العلبه 22 واط، بس التشريج عليه للتليفون بيضلوا على 18 واط على 5000 ملي امبير البطاريه. اليو اس بي اي لليو اس بي سي لنقدر نشارجه للتليفون، الغطاء التليفون، وهدول كل العده اللي بتجي بقلب العلبه. طيب يلا خلينا نبلش هلا بالمواصفات تاعته لهالتليفون. عندنا 5000 بطاريه مثل ما قلنا من قبل، معنا وايرلس تشارجنج في ثلاث الوان منه للتليفون. حيكون عندهم الواحد مثل ما بنشوف من عاده الاسود والاصفر اللي بيضلوا ينزلوا هن اللون تبعهم الحلو. الكاميرتين الموجودين ورا هون 13 كاميرا الاساسيه و2 ميجا بكسل اللي بيكون الدب سنسر. بالصراحه الكاميرا الوحيده اللي حتستعملوها هي 13 ميجا بكسل من ورا للتليفون. هون بنشوف عندنا 2 سيم كارد نقدر عليهم 5G، ومش بس هيك فينا نزيد الميموري كارد عليه للتليفون لنزيد عليه للذاكره الموجود عليه. التليفون اللي عندي انا هون 128 جيجا بايت. على اليمين الفينجر برنت سنسور مع الباور بتن بنفس المحل، الفوليوم روكر موجود فوقهم. عندنا هون الاي ار بلاستر بنقدر نستعمله لنقدر نسيطر على التلفزيونات، وفي عندنا كمان الهيدفون جاك. ما عندنا ستيريو سبيكرز، بس لتحت عندنا السماعه الموجوده هون، سبيكر اليو اس بي سي، وميكروفون ثاني كمان للكاميرا وللمكالمات اللي بنعملها عليه للتليفون. الشاشة الموجودة عندنا هون 6.58، عندنا 90 هرتز عليها، ومش بس هيك كمان عندنا 240 عليها التاتش سامبلينج لما بنعمل نلعب العاب عليها تليفون. 1080p resolution، الكاميرا 5 ميجا بكسل مثل ما قلت لكم، وعندنا كمان سماعة لنقدر نتعامل مكالمات عليها للتليفون. غير هيك بدنا نتحدث عن الامكانيات تاعيته. عندنا ال 100 واي 13 موجود عليه هون 13، بس هذا البوكو لانشر الموجود فوقها. بدنا نكبس هون بننزل بنعمل على الاباوت بنشوف ال 100 واي 13 مكتوب عليها ال 100 واي فيرجن فور بوكو. غير هيك كمان الاندرويد 12 موجود عليها. لما بنشوف كمان الامكانيات ميديا تكس ديمنسيتي 700 ولا 6 جيجا بايت مع الرام، حتى عليها زياده 2 زياده. ومش بس هيك، عندي انا 128 جيجا بايت للستورج موجود عليه للتليفون. هلا رغم ان ديمنسيتي 700 بنضل التليفون ماشي منيح ما في اي اشكال. الشغله الوحيده كمان اللي لاحظت فيها انه عم نعمل هون بنشوف على السيستم تبعنا، بنعمل التطبيقات كلها اللي ماشيينها، بنشوف كل الشغلات اللي ماشيه حلوه، وبنقدر كمان نقدر نشوف قوته للتليفون لما نستعمله على ال 5G هون بامريكا. هلا بامريكا ما عم يجيني قوه ال 5G الكامله، بعتقد هذا بسبب السيستم ما معمول يمكن للدول الامريكانيه، يمكن بالدول العربيه بالهند بالصين حيمشي احسن. طلع لي 21 للتنزيل وتقريبا 2 للتطليع على الميجا بايت، منه كثير تعيس بس بيضلوا منه اقوى شيء بالسوق. النظام مثل ما قلت لكم الجوجل فيد على الشمال، التطبيقات كلها لتحت، عندنا الاختيارات كنا هون موجودين والسيرش موجود لتحت. سحبي من هون على الشمال النوتيفيكيشن بانل، بنسحب على اليمين، خلينا ننزل لتحت هون، بنسحب مره ثانيه على اليمين بيجينا التوجلز تاعتنا هون، فينا نعمل كل الشغلات المضبوطه عليه. هلا بالنسبه للالعاب عليه لهالتليفون حنتحدث بعد ثانيه، بس بدي احكي لكم اول شيء عن الكاميرات. الكاميرا الاساسيه 5 الورا 13، احسن كاميرا حيمشي عليها التليفون الكاميرا الموجوده ورا. ما في اي اشكال، بنقدر تعطينا 1080p، الصور بتطلع احسن، الديناميك رينج لما بتاخذوا صور برا بتكون حلوه اكثر، حفرجيكم كمان شوي مساطر عليها. عندنا فيديو، عندنا البرو، عندنا البورتريت، وعندنا كمان الاختيارات الثانيه البانوراما، التايم لابس، الدوكيومنت وكل هالشغلات. بس بعتقد انا نصيحتي لكم كتليفون بسبب السعر البادجت تبعه احسن كاميرا حد الله هون. خذوا صوركم كلكم، خذوا الفيديوهات تعيدكم كلها هون، رغم انه 1080p بتضل احسن شيء موجود عليه لهالتليفون وبتساعدكم تمشي منيح. هلا نظام الالعاب في عندنا هون السيستم مثل ما عاده بنشوف هو اسمه الجيم توربو. الجيم توربو بيقدر ينظم لنا الالعاب، بنقدر ننزل تطبيقات جديده للالعاب عليه كمان للتليفون. انا نزلت PUBG، نزلت عده تطبيقات عليه لجربها، وانا صراحه انصدمت كيف قوته لهالتليفون، رغم انه يعني مثل ما قلت لكم الديمنسيتي 700 منه اسرع شيء، بس بضل يجينا كمان امكانيات انه لعبه 25 دقيقه 26 دقيقه لعبه PUBG على تقريبا 40 فريمز بير سكند، وعم سجل الفيديو بنفس الوقت وكان كله ماشي مزبوط. سو هذا كان كثير منيح ومبسوط فيه كثير. مثل ما عم تشوفوا اللعبه ماشي حالها، الفريم ريت تبعها حلو، التاتش سامبلينج عليها ال 240 بيساعدنا انه يكون لما ندقر الشاشه تمشي مزبوط لما بندقرها، وما بيكون عندنا اي اشكال. مثل ما عم نشوف انه امكانياته لهالتليفون بتجي احسن من السعر تبعه للتليفون، رغم انه تليفون بادجت بضلوا يعطينا امكانيات حلوه.
الشاشة حلوة 90 هرتز ماشي منيح، البطارية كمان كبيرة بتقضينا مدة طويلة، ما فينا نشرجها بسرعة كتير بس 18 واط منها كتير بطيئة. الشغلة تاني كمان بنشوف هون انه في عنا كمان ال 5G موجود عليها على 2 سيم كارد، وعنا الذاكرة كمان ال expandable storage نقدر نزيد عليها. معناته بدكم تتفرجوا فيديوهات، بدكم تشوفوا يعني افلام ولا شغلات، كل هذا ما في اي اشكال وما حيكون عندكم مشاكل بسبب الذاكره. كمان البطاريه بتقضينا مده طويله، الحاسوب منه كتير بياخذ قوه طويله منه للتليفون، الديمنسيتي 700 منه كتير قوي، عشان هيك مجرد ما التليفون يمشي منيح، السيستم يمشي منيح، نقدر نعمل الفولدرز، نفتح كل شغلات، نعمل على جوجل فيد، نفتح التطبيقات، مجرد انه يمشوا هدول منيح ما في اي اشكال. بسبب سعره وبسبب الامكانيات اللي فيه، انا نصيحتي هالتليفون بيكون لاول تليفون لحدا عم يجيب سمارت فون، مثلا اول تليفون لولد راجع على المدرسه وبدكم تعطوه تليفون سمارت فون، هالتليفون حيمشي منيح، شاشه كبيره، بطاريه كبيره، بضد مده طويله، وعندنا الكونكتيفيتي تاعت ال 5G على التليفون. فبهالسبب انا بعتقد هالتليفون له امكانيات منيحه وبيقدر يوفر لكم مصاري كثير، خاصه اذا لا سمح الله صار له شيء ولا هذا، السعر تبعه بيضل منيح وبيمشي لكم منيح كثير. انا كمان بعتقد بيكون تليفون كتير منيح اذا عم تفكروا تجيبوه كتليفون سبير، بتحطوه على جنب لا سمح الله انتزع تليفونكم الاساسي، بدكم تبعتوه على الوارنتي، ساعتها فيكم تستعملوا لهالتليفون ليقضيكم ليرجعكم التليفون تبعكم. سو كل هالامكانيات انا مبسوط فيها كتير، ومثل ما شفتوا الكاميرات الفيديو تاعته منه احسن شيء بس منه تعيسين كتير، يعني بتقدروا تستمتعوا فيه على القليله بالسعر تبعه، بنقدر نظبط الامكانيات ومستنظرين نحن فيه لهالتليفون، بالسعر تبعه بيضلوا كتير منيح. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي اشتراك، شكرا لبوكو انه علي خلوني استعملوا هالتليفون واعطيكم خبرتي بعد استعماله لمده شهر. انا طارق، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد.